فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والعجم هذا عام لكل من ليس بعربي، ولكنه غلب على إطلاقه على الفرس الذين سبقوا العجم في الإسلام، كسلمان الفارسي رضي الله عنه ومن سار على هذا المنوال في العلم والعمل الصالح، كما قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم هؤلاء أشار إلى سلمان الفارسي وكان حاضرا في المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان العلم بالثريا، وفي رواية: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني الفارس. وفارس قسم من العجم وليسوا كل العجم، لكن صار إطلاق العجم عليهم حقيقة عرفية لا حقيقة لغوية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. فصار إطلاق العجم على الفرس خاصة حقيقة عرفية تعارف عليها الناس، وإن كان لفظ العجم عام لكل ما من ليس عربي.